وينضم معنا من مقر فعاليات حكاية مسك في مركز رياضي دولي للمؤتمرات والمعارض مراسل إخبارية فيصل بن حاسن. فيصل أهلا بك. إذا حدثنا عن المعرض بشكل عام وأبرز الفعاليات اللي تشهد إقبال ملحوظ في حكاية مسك. نعم حفصة، طبعا لا زالت تتواصل فعاليات حكاية مسك، نحن في ثالث أيام هذه الفعاليات. حكاية مسك يضم أربع فعاليات رئيسية عن طريق الرسام الصغير أو محترف الكتابة أو الإنيميشن، كذلك الاستوديو الإخبارية، هذا ما تعودنا عليه، لكن هناك استوديو مختص لتعليم الأطفال خاصة من سن 7 سنوات وحتى سن 14 سنة. طبعا تقوم بتعليمهم جميع ما يتعلق بالنيو ميديا أو بالإعلام الحديث أو بالإعلام التقليدي بشكل عام. طبعا لزيادة التفاصيل لأخذ معلومات أكثر عما تقدمه هذه الفعاليات، ينضم إلينا أحد الشباب السعوديين. طبعا هناك مجموعة كبيرة من الشباب السعوديين مشرفين، من شباب أو من فتيات يقومون بالإشراف على هذه الفعاليات، جهودهم جبارة، وهذا ما يدل عليه الحضور الكثيف الذي يتم هنا في حكاية مسك. طبعا ينضم الينا عمار العماري احد الشباب الذين نفتخر بهم في حكايه مسك. يعطيك العافيه عمار. الله يعافيك اخوي الكريم. عمار بس تحدثنا عن مشاركتكم اليوم، كيف ترون حكايه مسك؟ نحن كما ذكرنا في ثالث ايام هذه الفعاليات، تحدثونا ماذا تقدمون انتم كمحترف الكتابه في هذا الركن بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. محترف الكتابه يقدم ما يخص الكتابه ل الفئة المستهدفة التي وهي فئة الشباب من عمر 15 سنة وطالع، فهذه الفئة هي نمتاز نحن محترف الكتابة أننا نقدم الخدمة هذه لمحترف الكتابة نفسه، شخص محترف، وكذلك الهاوي بأننا ننمي عنده الكتابة في كتابة السيناريو، في كتابة السيرة الذاتية، في كل ما يلم بالكتابة. كذلك متواجد عندنا منصة، وهذه المنصة مميزة، عندنا عدد من الملهمين الذي يخرجون على المنصة ويلقون على الجمهور. طبعا خلال يومين استفاد من هذا الموقع بالتحديد محترف الكتابة ما يقارب 500 شخص من فتاة ورجل، استفادوا استفادة عالية من الدورات المجانية والدورات المميزة. كذلك في نفس القسم عندنا في الخلف سوق، السوق هذا مختص كذلك في الكتابة، فقسم كامل متكامل من وإلى الكتابة، ينمي الكتابة ويطورها ويخرج لنا أناس مميزين. عمار ماذا عن بالتحديد الدورات التي تقدمونها، نوعيتها، ما هي الذي تقدمونها في هذه الدورات؟ الله يحفظ، هي عن تطوير السيرة الذاتية، كيف تطور نفسك في كتابة السيناريو. كتابة السيناريو تختلف عن تطوير نفسك في كتابة القصة، كلها مجال، تمتاز ان هذه الورش العمل ان تنمي المواهب هذه لديك. بعض الاشخاص عندهم موهبه الكتابه لكن تنقص بعض المفردات، فهذه المفردات تتواجد عندنا بهذه الورش المميزه. ماذا عن بدايه الورشه العمل، متى تبدا ومتى تنتهي؟ كم عدد ورش العمل خلال اليوم من 4 الى الساعة 12؟ خلال اليوم الواحد عندنا أربع ورش عمل مختلفة للرجال وللنساء، فبكذا هي بالتحديد عندنا 8 ورش عمل في اليوم الواحد تخدم الشقين. كذلك تبدأ هي من 5:30، مقدارها 6:00 إلى 6:30، بعدين تبدأ الدورة الثانية بعدها، وبكذا إن شاء الله يستفيدون. نحاول أننا نخلي أكبر عدد ممكن يستفيد، وكذلك المشغلين للمنصة للناس اللي ما قدروا يدخلون الورش العمل هذه يستفيدون من المنصة المميزة. كيف شفتوا تفاعل الناس والجمهور معك؟ تفاعل الناس مميز، وفي أشخاص اضطروا أنهم يعودون لنا لليوم الثالث لهذا المعرض المتميز، لأنك لا تستطيع أن تغطيه في يوم واحد. ركن الكتابة هو ركن مميز لوحده، وركن الرسم ركن مميز لوحده، يعني كل ركن يحتاج لك يوم فيه علشان تكتسب هذه المهارات المميزة. يعطيك العافية عمار. يعافيك أستاذ الكريم. نعم حفصة، طبعا لا زالت الجماهير تتوافد، يبدأ النشاط تقريبا من 5 عصرا ويمتد حتى 12 ليلا. لا يقتصر الموضوع على ما يقدم هنا داخل زاوية حكاية، بل هناك مسرح للمرابطين، تقديم مسرحية، أفلام سينمائية، الكثير من الفعاليات التي يستطيع الاستمتاع بها من يحضر.
وليس من يشاهد عن طريق الشاشه. نعم حفص. كل تأكيد سوف يقوم الجميع بالحضور على كل. أشكرك فيصل بن حسن، شكرا جزيلا لك على كل هذه